الله يخليك. نورتنا يا مروان، ان شاء الله اجي لكم بقى واجيب لكم اللعيبه. عايز تشوف مين من اللعيبه؟ وليد سليمان. وليد سليمان. قول لي مروان محسن. مروان، انت طبعا انت حافظه اللعيبه كلها. صعبه. قولي ابو تريكه. ابو تريكه. ايوه. انت عارفه لو ابو تريكه سامعك دلوقتي هيجي لك. لا والله اروح له. انا بس انا بعشقه. اخليه يكلمك في التليفون. اتفقنا؟ اخليه يكلمك في التليفون. ده اكتر لاعب بحبه. تحبيه كده؟ انا بعشقه جدا. انا في مشكله بيني وبين، يعني انا بحب اثنين لعيبه جدا. طبعا بحب كل لعيبه ثلاثة، بحب كابتن محمد صلاح، بحب كابتن ابو تريكه. من دول بقى بينهم جامد جدا. لا بحب، لا بالذات تمام كده. لا بحب ده برضه. مع انك ما لحقتوش تشوف ابو تريكه يعني قوي. بس كنت شاطر ان انا ماتشاته الجرعه دي. هخليه يكلمكم وعد. هتلاقوا تليفون كده يقول لكم انا محمد ابو تريكه.